خلوني بقى عشان ما يبقاش في صدفه في ان احنا نقابل في الشوارع زحمه، ناخدكم كده في جوله عن احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبيه. نروح عند كوبري الجلاء، هنلاقي ان هناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات. نروح معاكم للجيزة، وخلونا نستعرض معاكم هناك الحالة المرورية خاصة في شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية. في شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطع مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. ونروح معاكم أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل وهنلاقي كثافات مرية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. نكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. من جولتنا المرورية ناخدكم عن جولة سريعة في أحوال الطقس، خصوصا النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وكمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم. كمان بتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وده هيساعد على تلطيف الأجواء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في العالمين 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.